ضل راجل ولا ايه ضل هو اخر سؤال؟ ضل راجل ولا ضل حيطة؟ أنا عايشة معاه عشان خاطر الأولاد. لا طبعا ده غلط، ده طيب غلط جدا، ده تمام. غلط جدا، ده غلط جدا. الألم النفسي اللي الست أو الراجل بيعيشه أثناء علاقة الزواج من أجل عيون الأطفال أو الأولاد ده أخطر شيء. الألم النفسي يعني الراجل كل يوم يبص في الست، في وش الست اللي متجوزة وكان بيحبها بس حصل فتور عاطفي وحصلت بلاوي ما بينهم، طلع مثلا مسكته مثلا بيخونها مع 8 9 مثلا كل شويه قليل قوي يصاحبه. كده يعني يا انا كان دكتور محمد، عندي حق 8 في 9 الموضوع. هيجيب لهم وقت بنت منين يا جايه دكتور بتقول لي محمد؟ انا جوزي اتجوز عليا 3 مرات. يا دكتور محمد ايوه مع حضرتك. 8 9 كتير قوي، انت مصمم على العدد ده؟ يعني هيجيب لهم وقت منين؟ لا يا باشا الراجل بيعرف يلاقي وقته، انت عارف ده كويس. طب ربنا يستر يا دكتور محمد. طيب انت هتقول لهم، هتقول لها ايه يعني، ولا تقول له ايه؟ طيب هتلاقي مثلا الراجل، بص في نقاط برضو عشان برضو ما نظلمش الستات او ما نظلمش الرجاله، تمام. برضو في ستات ما تتعاشرش عندهم غيره مفرطه، تمام. ما بتديش فرصه لجوزها انه يبص جنبه، ما عندهاش ثقه في نفسها هي. فلذلك الستات لازم يبقى عندها الثقه في نفسها الاول، وانت كراجل عندك ثقه وفي مصارحه وتصالح. لو في تصالح ما بينهم وبين بعض الموضوع بيختلف تماما. نعم. طب هنقول لها ايه طيب؟ هي بتقول لك دلوقتي او هو بيقول لك انا عايش عشان خاطر الاولاد، ضل الراجل ولا ضل الحيطه؟ انت هتقول له ايه كده في عجاله سريعه يعني؟ طيب في عجلة سريعة قبل ما تاخد القرار دوت وتقولي ان ضل راجل وضل حيطة، تقعدي مع جوزك بورقة وقلم. أنا عايزة أقعد معاك ضروري، عايزة أقعد معاك ضروري ونتصالح ونتصارح أنا وأنت، أو تمام. هو كمان يقعد يصارحها. أنا شايف عيب واحد اتنين تلاتة، بنعمل عملية حصر بالعيوب اللي أنا شفتها تمام. وبقدمها للطرف اللي قدامي، بقول له أنا العيوب دي شايفها فيك، ممكن تحاول تصلحها وهديني عيوبي، اهديني عيوبي، قول لي ايه العيوب وانا هحاول اصلحها. ندي نفسنا فرصه من 6 شهور لسنه على وعد ان احنا نتغير، ما تغيرناش يبقى كل واحد يروح لحاله. طب ايه المخاطر اللي يعني، ايه المخاطر اللي كده يعني؟ ايه المشكلة ان هي تكمل عادي وخلاص؟ في مخاطر؟ المخاطر كتيرة جدا. لو الست هتكمل عادي يبقى الست كده، خلينا نتكلم بوضوح، بتنتحر. ليه؟ بتنتحر نفسيا وعاطفيا. تمام. لأن خلينا كده نقول يعني الست اللي كانت قالت لي إن أنا جوزي متجوز 3 عليا، واتجوز وطلق واتجوز وطلق واتجوز وطلق وبيخبي عني. طب أنت صابرة ليه على كده؟ طب هل هو مديكي حقوقك المادية؟ لا ده انا بشتغل واصرف على عيالي. تمام. طب انت مرتبطه بيه ليه؟ ضل راجل ولا ضل حيطه؟ طب هو بيحل وبيساعد في تربيه عياله؟ لا. طب هو لازمته ايه في الحياه؟ طب ما تخرجي منها بس اقعدي معاه وشوفي قعده عرفي مع الرجاله اللي هم من عيلته، يصرف على عياله ويربيهم معاكي والتربيه تبقى مشتركه. يعني هنا في أمريكا الوضع بيختلف تماما، ما عندهمش العاد كده، مفيش واحد خطف عياله ولا واحدة خطفت عيالها، لأ ممكن بيتربوا في أسر منفصلة عادي جدا، ويبقى الراجل متجوز واحدة غير أمه عادي جدا، غير مراته عادي جدا، أو غير أم الطفل عادي جدا، أو البنت موجودة نفس القصة. تمام يا دكتور محمد، يعني مخاطر. طيب احنا برضو ما عرفناش مخاطر. طيب. المخاطر ايه؟ المخاطر بتبقى نفسيه كبيره جدا، مخاطر يعني الانفصام هيجي ولا اكتئاب مخاطر للزوج او للزوجه مثلا؟ الاستكمال. مره تانية الخط قطع. انا ما هيجي اكتئاب مثلا، هيحسوا باكتئاب بملل. هو مخاطر انفصال، اولا في مخاطر نفسيه على الست او على الراجل، مش دي انفصال يا دكتور اولا. محمد، ثانيا مش في انفصال. مخاطر تانية،
اكمال في الوضع الحالي، اه ان لو لا المخاطر دلوقتي ايه؟ واحد، ان الراجل نفسه هيبقى كاره الوجود في البيت، بالتالي هيبقى كاره وجود مع عياله. معاك. تمام، يعني الراجل هيبقى كاره العيال وكاره البيت، تمام لانه مش عايز يبقى موجود والست عايشه وخلاص. تمام. وفي نفس الوقت الست، فانت دلوقتي بتربي اولاد في بيئه غير صالحه، في بيئه غير صالحه للتربيه. يعني لو هم منفصلين بس في تفاهم ما بين الام والاب على تربيه الولاد وبما يرضي الله وبما يرضي العيشه، اهلا وسهلا. ولكن هي عايشه خدامه لعيالها اللي ابوها اللي ابوهم ما بيشاركش في تربيتهم، يا دوبك بس بيصرف عليهم، فبالتالي نفسيه الطفل بتبقى عصبيه. نفسيه الطفل انه بيعمل حمام على نفسه لغايه سن 10 و12 سنه، نفسيه الطفل تبقى زي لانه بيشوف بيئه مختلفه جوه. زمان كان ابويا وامي ما بيتخانقوش قدام بعضهم قدامي او قدامك، كان ممكن بيتخانقوا في مكان بعيد علشان انت ما تشوفش الخناقه. طب هقول لك على حاجه يا دكتور، انا قابلت اسره هنا في امريكا، الاسره دي لما كانوا بيتخانقوا بلغه مختلفه، كانوا بيتكلموا لغتين، فلما بيجوا يتخانقوا او يزعقوا بيتخانقوا بلغه مختلفه عشان الاطفال ما تسمعش المشكله نفسها. طيب لو انت لو مرحله ما بين راجل وست وفي مشكله كبيره ما بينهم وفي فتور، بقت الست مش طايقه الراجل والراجل مش طايق الست والست مش طايقاه، وكل شويه الراجل عمال يتودد لمراته، يتودد لها ويقرب منها ويحن عليها ويطبطب ويكلمها بالراحه، الست مفيش عندها برود عاطفي وبرود فوق الوصف، هيقعد معاها قاعده كده بكل صفاء، انت عايزه ايه؟ مشاكلك ايه؟ هل مشاكلك دي ممكن تتحل؟ ولا انت اللي مكبره المواضيع؟ ويقعدوا قعده صفاء، ومش بعيد يقعدوا مع حد استشاري نفسي واسري عشان الموضوع يختلف. لازم احيانا بنحتاج استشاري نفسي واسري، حد فاهم، حد بنلجأ له. اللي كان بيقوم بالدور ده كان ابو الست زمان، او كان شيخ الحاره زمان، او شيخ المسجد زمان، او مثلا كبير الشارع، لكن احنا ما عندناش ده دلوقتي. احنا يا دكتور محمد هنقفل الحلقه على كده عشان الوقت خلاص، تمام كده، عشان الناس تبدا تتسحر، وان شاء الله باذن الله على وعد بحلقات طيب تانية واستشارات. طبعا ان شاء الله نعمل حاجه تانية، تمام، نعمل حاجه تانية مشتركه على برنامج زي ما قلت لك، على زوم. برنامج زوم ان شاء الله، ونعمل تمام. فيها الموضوع بافضل كده، يبقى حاجه مثلا زي كورس 3 ايام، كيف تختار شريك الحياه مثلا، تمام، طبقا لعلم النفس وطبقا للدين وطبقا للتجارب، ونعمله وننزله، ممكن نبقى نرفعه بعدين على اليوتيوب. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا. تمام. أوكي، أنا سعيد جدا إن أنا كنت معاكم، وآسف طبعا إن إحنا ما عرفناش نخش على الجروب أو نبقى شير لايف مع بعض، وجزاك الله كل خير، وربنا يحفظك ويرزقك ويوسع عليك يا رب. جزاك الله كل خير طبعا انت وكابتن ياسر، ما شاء الله على الحاجات اللي بتعملوها هنا على الجروب ده او على الجروب التاني بتاعهم، فما شاء الله في مجموعه جميله جدا في شبرا، انا فعلا فخور ان انا اعرفهم. يعني ربنا يكرمك يا دكتور محمد، ومزيد من الدعم لينا ولحضرتك، وان شاء الله باذن الله ده دورنا اللي احنا نوضح للناس النماذج المشرفه اللي زي حضرتك من هنا من شبرا، ونغير فكر الناس عن شبرا اللي هي البلطجه بقى والزحمه والوش والدوشه، لا احنا في نماذج زي حضرتك وزي ناس كتير ان شاء الله باذن الله هنخليهم يجوا معانا.